هاد المناظرة أساسية ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي غنتكلموا على طبعاً الحماية الاجتماعية وهي أساسي ومن الورشات المهمة، لأن هاد الورش أولاً ورش ملكي وطبعاً خصنا ولا بد كنا نجحوا فيه، وتنظن بأن الجانب الصحي اللي غنتكلموا عليه اليوم هو أساسي في إطار تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين باش الولوج للخدمات الصحية تكون بواحد الجودة لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص. وغنتكلموا على هذا الموضوع علاش، لان طبعا هذا الموضوع اساسي من حقوق الانسان وفي اطار طبعا حقوق ديال اي مواطن مغربي الولوج للخدمات الصحيه. وغنتكلموا غادي يكون واحد النقاش اساسي في هذا الميدان. طبعا خص كاين اكراهات ولكن كاين بزاف ديال المسائل اللي البلاد ديالنا حققها مثلا بحال دابا اليوم التغطيه الصحيه للمواطن المغربي كانت عندنا واحد النسبه غير ديال 15%، هذه واحد السنوات دابا قربنا ل 80% 85% غنوصلوا حتى ل 95% ديال التغطيه الصحيه الشامله، وهذا من واحد المكسب هو اساسي. طبعا خصنا كنا نجاهدوا لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص باش هذه الخدمات الصحيه تكون واحد الخدمات بواحد الجوده ويلقاها جميع المواطنين، لا في القريه ولا في المدن، لا في المستشفيات العموميه ولا في المساحات الخاصه. وتنظن بان جميعا لا انتم كصحفيين ولا جميع المجالس لا الجهويه ولا المهنيين الصحه ولا الحكومه اليد في اليد، وخصنا ولا بدا نجحوا في هذا الورش الملكي. هذه الندوه اللي كنظم المجلس الوطني حقوق الانسان حول الحق في الحمايه الاجتماعيه لو دروا على بروتكسيون سوسيال، انطلاقا في الواقع من المواثيق الدوليه وانطلاقا حتى من الدستور ديال 2011. فمن بعد الخطاب الملكي واللي حدد واحد الاجنده لتعميم عدد من منافع الحمايه الاجتماعيه بالمغرب، طرحت على الدوله، على مؤسساتها، على الفاعلين المدنيين وغيرهم تحديات حقيقية لبلورت وترجمت هذا الورش الملكي. لكن هذا الورش يواجه تحديات، يواجه صعوبات يجب الإقرار بها، صعوبات تتعلق بالتمويل، تتعلق بالحكامة، تتعلق بكيفية الوصول إلى تحديد الفئات التي تتطلب دعم الدولة أو تدخل الدولة، كذلك في تعميم هذه الأنظمة الحماية الاجتماعية على العديد من الفئات خصوصا الفئات المستقلة، وهنا كطرح عدة إشكاليات تعلق الأمر بنسبة الاشتراكات والالتزامات. وكنعرفوا أن مثل هذه الأوراش لنجاحها هناك عنصرين أساسيين، عنصر الديمومة أي ديمومة الأنظمة وتوفر على الإمكانيات المالية لتقديم خدمة اجتماعية وصحية مناسبة للمواطن، وهذا ما كيعني الوصول إلى الحق، علما أن هي أنظمة كذلك تقوم على مبدأ التضامن ما بين الأجيال. وهذا العنصر هنا كيتفتح ملف التقاعد أو إصلاح التقاعد، أنظمة التقاعد، كيفية سيتم تعميم نظام التقاعد، كيفية سيتم ضمان اشتراك المستقلين أو المهنيين ذوي المهن الحرة في هذه الأنظمة. فهذه كلها إشكاليات حقيقية تواجهنا اليوم، والندوة كنظن بالتنوع الذي تضمه من خبراء ومختصين في مجال الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية إلى غير ذلك، ستسهم في بلورة نقاش كذلك مع الحضور الذي سيتابعها.